مشروع تطوير الري الحق ليوفر نصف مليون فدان من الأراضي القديمة. أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة جزء لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الزراعة، ويهدف إلى توفير أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي يمكن استخدامها في توسيع الطرق بالقرى والأقاليم وبين المحافظات، فضلا عن توفير ما بين 10 إلى 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وأكد الوزير أن هناك متابعة دقيقة للعمل في هذا المشروع العملاق بهدف توفير المياه اللازمة من أجل التوسع الزراعي الأفقي في المناطق الصحراوية الجديدة، إلى جانب التوسع في استخدام الصوب الزراعية لزيادة الانتاجية المحصولية رأسيا، حيث تشهد استخدامات المياه في مصر ضغوطا متزايدة في ظل محدودية مواردنا المائية لاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة. مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور محمد جاد، أستاذ المياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء. السلام عليك يا دكتور. تحياتي لحضرتك يا فندم. ايوه اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي ليك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. يعني تطوير الري الحقلي بشكل عام اهميته يا فندم؟ يا فندم دلوقتي اولا صباح الخير يا مصر، صباح النور. واحنا في يوم التغيير فلابد من التغيير، وبشكر حضرتك ومداخلات حضرتك المتميزه، ولينا شعار في القران الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق الله العظيم. وبالتالي التغيير ما تزاق الله، وبالتالي التغيير مطلوب، والمطلوب هو تغيير ايجابي اي تغيير الى الاحسن. أهم ثور التغيير في رأيي هو تغيير المفاهيم القديمة اللي ترتب عليها مشاكل، وأهمها مشكلة الري بالغمر اللي الفلاح المصري عاش فيها من آلاف السنين. بالظبط. فالمشروع الواعد اللي أشار إليه معالي الوزير ده مشروع قديم قتلنا من أجله من عشرات السنين من خلال مركز بحوث الصحراء، ونادينا به كثيرا كثيرا، والحمد لله طرح الى النور، وهيوفر مش 10 ل 15 مليار متر مكعب من المياه فقط، لا بالعكس الرقم ده ممكن يتضاعف، على اعتبار ان انا عندي 4.3 مليون فدان في الدلتا، وده لو تم فيه تغيير الري من الري بالغمر الى ري الحديث او الري بالرش او التنقيط، ده هيوفر لي ما يقرب من 20 ل 25 مليار متر مكعب. والكلام ده دوكيومنتد وموثق بالاحاديث من عشر سنوات كما اشرت لحضرتك، وناهيك عن طبعا هيوفر لي مش نص مليون فدان من الاراضي فقط، لا الرقم هيزيد عن هذا ويعدي المليون ونص فدان، لان انا هعمل برضه صرف مغطى لانه مشروع متكامل. فطبعا كان هذا المشروع المفروض كان يبتدي من فترات كما ذكرت حضرتك، ولكن يعني ظروف خارجه تاخر، فان شاء الله باذن الله احنا ايدينا في ايدين بعض، ونبتدي النهارده قبل بكره وامبارح قبل النهارده عشان نقدر نسد الفجوه والعجز المتوقع من المياه من خلال المشاريع اللي تقام في اعالي النيل، او بالاخص مشروع السد النهضه في اثيوبيا، فاذا كان له اثار سلبيه نقدر نتغلب عليها بتطوير مناهج الري عندنا، وان شاء الله باذن الله اهم شيء زي ما انت حضرتك تغيير المفاهيم، لان التغيير لوحده لا يكفي، ما كلمه التغيير دعوه من ديننا ومن ثقافتنا ان احنا نهم ببلدنا، لان دي بلدنا اللي احنا عايشين فيها ولاولادنا، ولازم نبنيها ونقف وقفه رجل واحد وعلى قلب رجل واحد. ان شاء الله يا فندم، بشكر حضرتك جدا الدكتور محمد جاد استاذ المياه الجوفيه بمركز بحوث الصحراء.